بيرفكت. يلا. سو اول شيء نحط الخبز، بعدين نحط الصوص الريد صوص مالتنا. توزعيها يس على الخبز كله. ايه، وبعدين بتركيا لما بتكونوا عم تاكلوا هيدي الوصفه بالمطعم بحطوا الصوص على الخبز وكل شيء، بعدين بينزلوا لكم السمنه عليها من فوق. ايه هاي فور اكسترا فاتس بعد. ايه ما يحتاج حتى تكمل اكثر. يس اوكي، نقدر نزيد بعدين. اوكي، وهسه رح نحط اللحمه. الكفته مالتنا يم 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 يم. وحتى لها طريقه خاصه انه من تاكليها تاخذين الكفته وياها الصوص وياها البريد، وبعدين رح نخلي اللبن. اللبن انت عم تحكي وانا عم بشطري. يلا صندوقها بعد شويه. تمام تمام. وهسه رح نحط اللبن. ممكن نستخدم اللبن on the side، ممكن نحطه on the side. لا احلى عليها للي اوكي مشان الالوان يعني. ايه صح، شفتي ها؟ يس يا سلام. يامي يامي حركات. ما اغشك. روعه. تمام، قلت كانه لوحه. ايه ايه ايه. نحط لها هيك بقدونس من فوق ولا لا؟ ممكن. ايه ممكن نقدر ماشي. نرجع نحط صوص بعد الحمرة. ايه هيدي رأيك. اوكي صار وقت ندوب. يلا تعالي ناخذ لنشوف. بسم الله يا رب تطلع طيبة. طيبة. بتعرفي حتى حسيتها هيلثي اكثر من اللي بناكلها بتركيا. لما انا حطينا زبده بس اللحمه ما فيها دهنه، تركيا اللحمه بيكون فيها شقف دهنه قطع. لا مثل طيبة. ما قلتي يحطون فوق وبيحطوا السمنه فوق او هيك. لا كثير طيبه وخفيفه.